هيقولك بقى لا هيقول لي لا ما يعني ما حصلش. انا زياد طارق ما كان من ضمن اللعيبه اللي هم كان هيطلعوا من النادي الاهلي في بدايه الموسم، ولكن اللي انا اريحت اكتر ان هم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتت كان الناس كلها بتتكلم عن مروان عطيه، وان في حوار ان مروان عطيه يروح النادي الاهلي وان احنا هناخد اثنين لعيبه اعاره وكلام زي كده. اولا عشان بس قولا واحدا لم يتحدث معي بخصوص اي مسؤول في النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بخصوص مروان عطيه، الكلام ده غير صحيح، كل الكلام ده اجتهادات خلال لاعبين واجتهادات اعلاميين وصحفيين. طيب ولا الزمالك؟ اللي حصل بعد مباراه سيراميكا النهارده جات لي مكالمه من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويعني هنانا على المستوى اللعيبه نادي الاتحاد والشكل المميز في نادي الاتحاد السنه دي، والراجل مشكوره يعني بيتكلم على نادي الاتحاد واللعيبه دي قد ايه على قد المسؤوليه والمدير الفني قد ايه مدير فني قوي، واتكلم على محمود علاء ان محمود علاء النهارده كان راجل جدا، وفعلا محمود علاء لو النهارده يعني النهارده رابطه الانديه كانت بتدي احمد عيد افضل لاعب في مباراه او مان او سمار او زوماتش، انا وجهه نظر محمود علاء لا يقل لازم يكون هو نجم المباراه، هو ومهدي سليمان وكل اللعيبه بصراحه اللي قدم النهارده، ولكن هو كان بيتكلم على رجوله محمود علاء وما اتكلمش على فكره محمود علاء يرجع تاني نادي الزمالك، الكلام ده ما حصلش، ولكن ما اتكلمش على موضوع مروان عطيه، ولكن هو كلامه كله انه بيحيي الفرقه وكده. تمام. طيب يعني حضرتك انا قلت لك محمود علاء من اللعيبه الكبار جدا. انا قلت لك السؤالين اللي كنت عايز اسالهم. لا انا يعني قلت لك قبل كده ان محمود علاء ده مكسب كبير ومن اللعيبه الكبار جدا جدا فعلا. جدا واللي هيفيد نادي الاتحاد واللي يعني عامل اسمه وتقل في خط دفاع نادي الاتحاد. بص يا مهيب، محمود علاء فعلا زي ما حضرتك بتقول نجم، وهو كمان يعني حتى بيتعامل بنجوميته وبيتعامل مع اللعيبه الكبيره كلها بشكل محترم، وكانه فعلا ان هو ولد بقاله مثلا لعيب بقاله 3 4 سنين بيلعب في نادي الاتحاد. بالظبط. هو فعلا لعيب كويس جدا جدا، خلوق مؤدب محترم راجل، وهو حتى كمان بيلم مع اللعيبه في اوضه اللبس اللعيبه كلها بتحبه، فان شاء الله يكون طيب كمل معانا الموسم بشكل يليق باسم نادي الاتحاد واسم علاء محمود علاء يعني. طيب نرجع بقى لمحمد محمود وزياد طارق. مالهم؟ كل الكلام ان هم في الاتحاد في يناير. ما حصلش بقول لحضرتك. ما حصلش يعني. ما حصلش ان احنا في اي كلام ده. لكن لو في نيه لاعارتهم من النادي الاهلي ممكن يكون في رغبه في نادي الاتحاد؟ بصراحه يعني عشان اكون اكثر امانه مع حضرتك انا مش حابب كلمه اعاره خلاص يعني. يعني محمود علاء احنا يعني كان في كلام على محمود شبانه كنا هناخده نهائيا السنه دي مع المستشار مرتضى منصور، ولكن ما حصلش ان احنا خدنا محمود شبانه، فكان لازم احنا الحته دي كنا نملاها يعني بمدافع قوي وله تاريخه، يعني اخذنا محمود علاء. احمد سيد غريب يعني هو لعيب واعد والنهارده جات له فرصتين ثلاثه كان ممكن يهدد، هايل خلي بالك، هايل هايل جدا يعني، خطر جدا بصراحه، لعيب خطير بصراحه، لكن هو كان صدفه سوء حظ بمباراه، لسه هو لعيب 20 سنه فلسه مباراه طبعا بيتخض قدام جون كبير كان زي محمد بسام، ولكن في الاخر انا شايفه انه لعيب واعد ولكن